دي عبارة عن غرفة النوم. أول حاجة على يميننا هنا ديت أول غرفة نوم. المكان اللي هو غرفة الخدمات والضغط، وجنب الغرفة ديت على طول الحمام. ده الحمام، دي تاني غرفة. دوت منطقة المطبخ، المطبخ المفتوح الأمريكان كيتشن. دوت ديت البلكونة بتاعتنا، بلكونة كبيرة. ودوت الفيو بتاعنا. طبعا احنا هنا هيكون في الحمام السباحة التاني، هنا في الحتة دي، في الحتة دي هيكون فينا مكان الحمام السباحة التاني. طبعا ده كله هيتشال، يعني ده كل الغرف ديت بتاع الأمن دي هتتشال، وهيكون هنا مكان الحمام السباحة التاني في الحتة ديت. ودوت حمام السباحة الأولاني، وفي عندنا حمام سباحة تالت خالص اللي هو على البحر زي ما احنا شايفين. هدية تعتبر تاني مرحلة اللي احنا شايفينها ديت. ودوت حمام السباحة شغال حاليا، في حمام سباحة تاني على البحر. وده الفيو بتاع البلكونة من الشقة من هنا.